عجيب، هذه السليقة عجيبة، أين نجدها؟ لا إنصاف على الإطلاق، لا احترام حتى للذات، أكاذيب تلو الأكاذيب إلى يومنا المعاصر. شوف إلى يومنا المعاصر أنواع الأكاذيب، والمشكلة يكذبون الكذبة وشنو ويصدقونها، يروح يألف له كتاب عن شخصية يختلقها هو. شنو اسمه هذا؟ موسى الموسوي؟ مو موسى الموسوي، حسين الموسوي. انزين ألفوا لك كتاب لله ثم للتاريخ على أساس شنو؟ عالم كبير من علماء النجف، كان صديقا للخميني والخوئي والشيرازي والما أدري منه بعد والصدر والما أدري، كلهم كان صديق للكل ومعاصرهم، بما في ذلك صديق من غبائهم، صديق للسيد دلدار علي اللي ميت من قبل 200 سنة. يعني شلون هو بنفس الوقت هذا وهذا من هلقد غباء بس يصفف حكي مفضوح، يقول أنا هي التقيت بالسيد دلدار علي والتقيتهم بالخميني وبينهما 200 سنة. مو مشكلة، على أساس أنه هذا كان بالنجف الأشرف ومن مراجع الشيعة المجتهدين. عمركم سمعتوا عندنا مرجع مجتهد اسمه حسين الموسوي؟ هذا منو طالع؟ هذا ما سامعين بي. وعلى أساس أنه آخر شيء اكتشف الحق وأم المؤمنين عائشة وما أدري كذا وعمر بن الخطاب وعثمان وواويلا وإلى آخره، وألفوا لك هكذا ونشروا لك إياه، وإلى الآن يستدلون به مع أنه أكذوبة مفضوحة، شخصية وهمية. أصلا اللغة أي واحد منصف يعني يفهم اللغة الشيعية يعرف أنه هذا الكاتب مو شيعي بسبب الأخطاء الفاضحة في الكتاب. يعني واحد سيد يسميه شيخ، هذا هم كثير ما يقعون في هذه المشكلة، الشيخ يسموه سيد والسيد يسموه شنو؟ شيخ. هذا ما يقع فيه شيعي فضلا عن أن يكون مجتهدا. أو مثلا يروح كاتب لك، أنا أتذكر من موارد هذا الكتاب، كاتب لك كما روي عن الإمام محمد القانع، هو ما يدري منه هذا الإمام محمد القانع، هو الإمام محمد الجواد عليه السلام. إنزين يعني ما يعرف اللغة أصلا، غير شيعية على الإطلاق، كذبون الكذبة ويصدقوها وينشرونها وسط الناس، والناس ما شاء الله ماشين. وفي هذا الكتاب، في هذا الكتاب ينقل لك حوادث وقصص عجيبة خيالية. يعني ذاك اليوم كنت مع خميني رايحين ما أدري وين، نزلنا أضياف عند شخص، وبالليل هذا قال أنا أريد أن أتمتع، قال له مولانا ما عندي، قال له لا أنا دا أسمع صوت رضيعة عندك، فجيب الرضيعة، وجاب الرضيعة وتمتع بالرضيعة. شنو هذا الأمر المقزز؟ شنو كذا؟ أكاذيب. أنا لست في وارد الدفاع عن خميني بطبيعة الحال، أنا ضده، أما هذه أكذوبة عليه، واضح الأكذوبة، حتى يربطوها شنو بفتوى له أنه يجوز تفخيذ الرضيعة، وهذه الفتوى موجودة أيضا عند المخالفين. هذه مو فتوى يعني تنحصر عند بعض الشيعة، واحد من الشيعة هكذا أفتى، وحتى عند المخالفين. وهذا حتى سألوني أتذكر قبل سنوات وراجع موقع القطرة، نقلت حتى أقوال المخالفين في هذه المسألة، لأن هو كميزان فقهي كأصل أنه لا يجوز الدخول بمن هي ليست بالغة، أما سائر الاستمتاعات ليس عندنا دليل عن النهي عنها، فهي باقية على الإباحة كميزان فقهي، أفتى هو بموجب ذلك. قسم منها يعارضون، ما يأيدوا في هذه الفتوى، قسم من فقهائنا بالنتيجة، مثل ما أيضا عند المخالفين من باب الإنصاف قسم منهم أيضا لا يجوزون الاستمتاع بالرضيعة. ثم ماذا؟ يعني ليست قضية هذه، أما يحب يبشع القضية بالأكاذيب بالافتراء. رايحين مألفين لك كتاب بعنوان زينبيات، الزينبيات ما أدري زينبيات اللي سألوني عنها قبل كم سنة، واحد متصل الذكر من الجزائر ما أدري وين اتصل أنه يقول مرجعكم فلان، والشيرازي هو مو شيرازي يعني سيدنا المرجع، هو يقصد نعث القم، يقصد ناصر مكارم. انزين أنا هم ضده، ولكن للإنصاف الرجل مكذوب عليه، لا يوجد له كتاب بهذا العنوان، راح مألفين لك كتاب، هو الرجل حي يرزق، كذبوا عليه أنه مكتوب عليه، مكتوب ضمن فتاوى هذا الكتاب، كتاب زينبيات، يجوز للرجل أو للفتى أن يداعب أمه الأرملة جنسيا، هكذا يعني، ومشنعين بيها وينشرها إعلام العدو، إعلام قذر
إعلام مخه كله بالجنس وبالكذا، فلذلك يريد أن يكذب على الشيعة بمثل هذه الأمور. في قبال أنه الفضائح الجنسية الموجودة لدى هذه الملة في فتاواها الثابتة اللي أنا نقلتها إذا تتذكرون، وسببت تشيع شخص دكتور من الأعظمية إذا تتذكرون، اتصل ذات مرة قال لي نعم صحيح تأكدت أنه هاي فتوى أبي حنيفة، فتاواها الجنسية القذرة. زين الرجل أعوذ بالله أنه إذا لف الآلة بخرقة أو كذا وأدخله في أمه لا حد عليه، يلا، أو إذا عقد على أمه لا حد عليه، عقد يعقد زواج على أمه، شلون يقول صورة المبيح قد وجدت وإن لم يبح فيرفع الحد؟ قذر، فقه قذر، مبتدع. استمناع عند أحمد بن حنبل حلال مثلا حتى لا يفسد الصوم مثلا، عرفت شلون؟ اجلد عميرة يسموها الشكل هم عندهم، وما أدري أنواع الأكاذيب، قصدي أنواع القذارات في فتاواهم الثابتة المحررة في كتب الفقه عندهم التي هم يطبعونها، مو مكذوبة عليهم. لا تجد شيعيا يكذب على الآخرين وهو في إطار النزاع المذهبي والجدال المذهبي، أبدا لسنا محتاجين لذلك. أتحدى الآن أنا عندي عشرات مئات لعله المحاضرات والأوراق البحثية ضد المعتقد البكري، خلي يطلعون منها كذبة واحدة. دائما أوراقي البحثية معي أقول بالمجلد كذا صفحة كذا، وهذا الشيء الذي يسبب تشيع المخالفين لما يتحققون من هذه الموارد. أما في المقابل هم يحيلونك إلى كتب وهمية لشخصيات افتراضية أو لشخصيات مكذوب عليها. هذا روح سألوا ناصر مكارم، موجود حي يرزق الآن في قم، عندك كتاب باسم زينبيات؟ وين هذا كتاب؟ وين؟ لا يوجد. بس يكذبون على الناس، حتى علي أنا كذبوا كثيرا، أنه أنا أقول بتحريف القرآن ونشرها هذا الدمشقية، إنزين وغيره، وما أدري أنا قائم، ما أتذكر الآن والله، أكاذيب كثيرة يعني أنه ينسبون إلي أقوال لم أقلها. السوريين. أحسنتم، أنه أفتيت بوجوب قتل أطفال السوريين المعارضين للنظام. هاي كان في بدايات الـ يعني اضطرابات في سوريا، حتى يشعلوها أكثر استغلوا اسمي وراحوا صدروا لك بالفعل، نشروه وصار خبر ورأيناه في المواقع الإخبارية. كان أكو مجزرة ما أدري وحطلة، لا مو حطلة، لا مدينة قرية أخرى، ها لا مو حطلة، لا حطلة شيعية اللي قتلوا بها شيعة، نبل وزهر، لا المهم نسيت ما أتذكر الأسماء زين، الحولة إيه الحولة إيه أحسنتم زين. فهذولا شنو أنه صار قتل للأطفال وكذا، قالوا إيه هذا لأنه هو أفتى لهم أنه يجوز قتل أطفال السنة على تعبيرهم قياسا على لأنهم قتلوا عبد الله الرضيع. شوف الله، شوف الفتوى شلون يعني موزونة فقهيا، ما شاء الله يعني ما شاء الله، أكاذيب لا يستحيون منها، وقاحة. هذه مشكلتنا معهم، ما يخاصم بشرف، ما يخاصم برجولة، يكذب يفتري إلى الآن يمكن واحد إذا يروح يطالع الإعلام البكري هذا القذر يشوف عشرات الأكاذيب أو التدليسات، يعني يأخذ مقطع يبتره مثلا ويقص الباقي، وكثير منهم يخلون مقاطعنا أيضا حتى شنو يهولوا أو يبشعوا صورة التشيع العظيم الراقي، هذا التشيع الذي هو دين الله، هو الإسلام الحق الذي جاءنا عن محمد وآله الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، يريدون تبشيعه لكي ينفر المسلمون منه بالأكاذيب، ولا يعلمون أنهم بهذا يسدون إلينا صنيعا حسنا، يعني يسدون إلينا خدمة، أنه كل من يحقق عندهم يكتشف أكاذيبهم يرتد عنهم وعن ملتهم الزائفة وعن مذهبهم المنحرف ويتمسك بحبل الله وبالعروة الوثقى بمحمد وآله الطاهرين عليهم الصلاة والسلام.